اهلا بيكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 49 اللي بعنوان الاريا اند البريمتر ستوري بروبلمز. احنا طبعا قعدنا الدروس اللي فاتت نتعلم ازاي نجيب البريمتر وازاي نجيب الاريا، عايزين بقى نتعلم في الدرس ده ازاي نستخدمهم وايه المواقف اللي نستخدم فيها البريمتر وايه المواقف اللي نستخدم فيها الاريا. طيب ناخد اكزامبل كده، انا عندي يارا عايزة تعمل ايه؟ عندها صورة، الصورة دي عايزة تعمل لها ليس بوردر، يعني زي كورنيشة كده او كرانيش او تعمل لها زخرفة. لما هتروح تشتري الحاجة دي هتروح تقول للراجل اللي هتشتري منه انا عايزة الحاجة دي، هتقولها له باللينس ولا هتقولها له بالسكوير سنتيمترز؟ هل هي عايزة حاجة جوه؟ هي عايز حاجة تعملها جوه ولا حاجة تعملها برة على الطرف؟ لا، حاجة تعملها برة على الطرف على البوردر. يبقى لازم تعمل ايه يارا؟ لازم تحسب البريمتر، هنا 5 وهنا 3، يبقى 5 بلس 3 بلس 5 بلس 3 يطلع كله 16 سنتيمتر. يبقى تروح للراجل تقول له ايه؟ تقول له لو سمحت انا عايز 16 سنتيمتر من الليس بوردر او من الكورنيشه دي عشان عايز اعمل كورنيشه للبرواز بتاعي. يبقى المثال ده بيعرفنا ان احنا نستعمل البريمتر لما نكون محتاجين حاجه على البوردر. طيب نيجي نشوف وائل، وائل عايز يعمل ايه؟ وائل عنده اوضه، الاوضه بتاعته اهي الدايمنشنز بتاعتها 4 متر و 6 متر، عايز يركب لها تايلز او ايه او بلاطات، عايز يعمل فيها سيراميك. طيب هو السيراميك اللي هيركب او البلاطه اللي هتركب دي هتركب جوه يا اولاد ولا هتركب بره؟ لا، هتركب جوه، هنغطي بيها السيرفس كله. لما هنغطي بيها السيرفس كله يبقى انا لازم اجيب اريا. طيب هو لو التايلز او البلاطه الواحده 1 متر on each side، يعني هنعمل كده دي متر وده كده ايه متر، يعني ده 1 متر وده 1 ايه 1، يبقى البلاطه دي كده كلها 1 سكوير متر، محتاج منها كام واحده؟ يبقى لازم احسب الاريا. يبقى هو لما يروح يشتري كام سكوير مترز؟ هيقول له الراجل كده انا عندي اوضه وعايز لها سيراميك وخلاص، ولا لازم يقول له انا عايز قد ايه؟ لازم يقول له انا عايز قد ايه. يبقى قبل ما يروح لازم يعمل ايه؟ لازم يحسب الاريا. هنا عندي 4 وهنا 6، يقول كده 4 تايمز ال 6 ايكوال 24 سكوير مترز، ويروح لما يشتري يقول له الراجل انا عايز 24 سكوير مترز عشان اعملهم في الاوضه بتاعتي. يبقى في الحاله اللي زي دي نستعمل اريا ولا بريمتر؟ نستعمل اريا. ليه؟ عشان انا عايز حاجه اغطي بيها السيرفس، يعني هشتغل على السيرفس كله. تعالوا نشوف التشيك الجميل ده، بيقول لي tell whether you would find the perimeter or the area in each situation. هنشوف بعض المواقف وهنشوف هنستعمل فيها الاريا ولا البريمتر، هنحسب دي ولا هنحسب دي. هنا بيقول لي you need wood to frame a picture. عندي صوره، الصوره دي عايز اعمل لها برواز خشب، البرواز ده هيبقى بره ولا جوه؟ هيبقى بره، يبقى نجيب بريمتر ولا نجيب اريا؟ برافو، نجيب بريمتر. يبقى نحسب البريمتر للبيكتشر دي. طيب حاجه تانية، يو نيد وول تو وول كاربنتنج، عايزين نعمل كده سجاده في الارض من الحيطه للحيطه، يعني نفرشها على الارض كلها. ها، هنعمل حاجه جوه على السيرفس ولا هنعمل حاجه بره على الباوندري على البوردر؟ لا، هنعمل على السيرفس على الارضيه. يبقى نستعمل ايه؟ الاريا، يعني الاوضه بتاعتي اجيب لها الاريا عشان اعرف هفرش السجاد قد ايه. طيب بعد كده You need paint to cover four walls. الحيطة، الحيطة دي سيرفس ولا مش سيرفس؟ سيرفس، أنا هدهن الحيطة. هو أنا لما هدهنها أنا مش هغطي سيرفس؟ هنغطي الحيطة كلها ولا هشتغل على الحيطة من الجنب بس؟ لا، هنغطي الحيطة كلها. يبقى لازم نجيب للحيطة إيه؟ الأريا بتاعتها. يلا اللي بعد كده، You need a hose اللي هو الخرطوم to go around the house. عايزين نجيب خرطوم ونمشيه حوالين الإيه؟ البيت. هنا around يعني حوالين البيت، ماليش دعوه بالحاجه اللي جوه. يبقى انا هشتغل على الجنب بتاع الهاوس، يبقى نستعمل ايه؟ البريمتر. كل الاكسرسايز دي احنا بنقولها عشان نعرف امتى نجيب بريمتر وامتى نجيب اريا. طب يلا نشوف البراكتس الجميل ده. Read and solve each of the following story problems. You can draw a figure to help. ممكن لو عايز ترسم ترسم. مينا build A backyard bin for his puppy. مينا عنده كلب صغير، جه في الجنينه بتاعته بنى له بيت صغنون.
هو بيقول لي هنا ايه، the length of the band was 3 meters. اللينس خد بالك كلمه اللينس يعني السايد الكبير، and the width was 2 meters، والويدز بتاعه 2 meters، يعني عمل له بيت كده صغنون كده كده وكده، ده كده 2 meters وده كده 3 ايه 3 meters. بيقول لي what is the area of the band، عايز الاريا، يبقى احنا هندور على مين الحته دي كلها، يبقى نجاوب ونقول ايه، نقول كده the area of the band equal to times 3 اللي هي يديني كام 6 square meters. سهلة سهلة قوي. طب يلا اللي بعديها، ماريان wants to tile the kitchen floor، ماريان عايزة تعمل في الأرض هنا بتاعت المطبخ بلاط. If the floor is 4 meters long and 3 meters wide، يعني الأرضية هنا بتاعت المطبخ عبارة عن دي كلها مثلا 4 meters وعندي الحتة دي كده 3 meters، هو بيسألني بيقول لي how many 1 meter square tiles will she need، هتحتاج كام من ال 1 meter square tiles، لو عندي بلاطة 1 meters times 1 meters، ادي بلاطة كده عبارة عن 1 متر ودي برضك كده 1 متر، هنحتاج منها قد ايه؟ يبقى لازم احسب الاريا، يبقى نكتب كده the area of the floor عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 تايمز الايه؟ ال 4 اللي هي كام؟ اللي هي 12 سكوير مترز، يبقى هي هتحتاج قد ايه؟ يبقى هو بيقول لي احنا عايزين قد ايه من البلاط، يبقى نكتب كده she will need 12 1 meter square tiles 1 meter square tiles، يبقى هي هتحتاج 12 من البلاطه اللي السايد بتاعها 1 متر. يلا نشوف الاكسرسايز ده، بيقول لي ابوك had a length of 20 centimeter and a width of 12. طبعا اللينث يعني السايد الكبير، يعني السايد الكبير ده قد ايه؟ 20 centimeters، والسايد الصغير ده كام؟ 12 centimeters. بيقول لي what is the perimeter of the book، يبقى البريمتر بتاع البوك قد ايه؟ يبقى نكتب كده the perimeter of the book equal ال 20 plus 12 وعندي هنا 20 كمان و 12 كمان plus 20 plus 12 20 و 20 يديني 40 plus 2 plus 2 يديني 4 و 1 plus 1 يديني 2 ها 0 plus 4 يديني 4 و 4 plus 2 يديني كام؟ يديني 6. طيب دول بالايه؟ وهنا بيقول لي سنتيمترز، يبقى نكتب هنا 64 سنتيمترز. يلا اللي بعديها، عمر is a farmer، ادي عمر عنده مزرعه. His farm is 250 meters long and 150 meters wide، يعني الفارم بتاعته عباره عن ريكتانجل عامله زي الريكتانجل كده بالظبط. كده 150 meters وكده 150 meters. يقول لي ايه؟ He wants to install a fence all around this farm. Fence يا ولاد يعني سور. هو عايز يعمل سور حوالين المزرعة بتاعته. طيب هو السور ده هيتعمل فين يا ولاد؟ هيتعمل هنا كده؟ يعمل السور هنا كده؟ صح ولا لا؟ يعني السور بيتعمل ايه؟ على الباوندرز. دي كلها كده ايه؟ هل أنا شغال جوه؟ ولا شغال بره؟ شغال بره، يبقى انا هعمل السور بره. يبقى what is the length of the fence، يبقى ال length of the fence هو هو البريمتر، يبقى نكتب كده the length of the fence equal 250 plus 150 plus 250 plus 150.
يدينا ايه؟ 0 بلس 0 يديني 0، 5 بلس 5 يديني 10، 0 وهنكاري اب 1، 1 بلس 2 is 3 بلس 1 is 4 بلس، ودول زيهم برضو 250 150 يديني 400. يلا 400 بلس 400 0 بلس 0 يديني 0، و 0 بلس 0 يديني 0، 4 بلس 4 يديني ايه؟ يديني 8. يبقى what is the length of the fence؟ يبقى length of the fence is 800 meters. يلا اللي بعديها. لينا the square bedroom has a length of 4 meters. لينا الأوضة اللي بتنام فيها عبارة عن سكوير، شكلها سكوير يعني عاملة كده سكوير كده. السكوير لو انا عندي هنا اللينس بتاعه هنا 4 يبقى لازم هنا يكون 4، يبقى لازم هنا يكون 4، يبقى لازم هنا يكون ايه 4، كلهم 4 meters. بيقول لي how much carpet will Lena need to cover the floor of her bedroom؟ يبقى محتاجة قد ايه عشان تغطي الارضية بتاعت الاوضة؟ ها هنحسب اريا ولا بريمتر؟ شغالين جوه ولا شغالين بره؟ لا عايزين نحسب حاجه جوه، يبقى هنحسب الاريا. يبقى نكتب كده the area of the bedroom equal 4 times 4 تدينا ايه 16 square meters. كل ده 16 سكوير مترز، يبقى هي محتاجه قد ايه من الكاربت؟ يبقى نكتب كده، يبقى she will need 16 سكوير مترز from carpet. هتحتاج 16 سكوير مترز من الكاربت عشان تغطي الايه الارضيه بتاعتها. طيب نيجي نشوف التشالنج ده. يقول لي كريم's school playground is 75 meter long and 40 meter wide. يعني الملعب اللي في المدرسة بتاع كريم ده عبارة عن ريكتانجل 75 times 40. ادي كده 75 هم وادي كده 40. كده 75 متر وكده 40 متر. بيقول لي علي's school playground is 90 meter long و 30 meter wide. وعلي 30 كده وكده 90، ده الملعب بتاع علي 90 meters وهنا ايه 30 meters. كريم اند علي finished around jogging around their school playground. يعني كريم وعلي هما الاثنين جريوا حوالين الايه الملعب اللي في مدرسة كل واحد. Who jogged longer؟ واكسبلين يور انسر، مين اللي جري اكتر كريم ولا علي؟ ده كده كريم وده كده الملعب اللي في الايه اللي في المدرسه بتاعت علي. يبقى هنقول ايه؟ نجاوب نقول ايه؟ يبقى نقول كده كريم جوجت جوجت قد ايه بقى كريم؟ 75 بلس 40 بلس 75 بلس مين؟ بلس 40. 75 و75 150 و40 و40 80. يبقى انا عندي 150 بلس ال 80 هنا 0 وهنا 13 3 وهنكاري اب 1، 1 بلس 1 is 2. يبقى عندي كريم جوجد قد ايه؟ جري قد ايه؟ 230 meters. طيب نيجي نشوف علي. علي جوجد قد ايه؟ 90 بلس 30 بلس 90 بلس 30. هنا 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 يديني 0، و 9 بلس 3 يديني 12، وعندي كمان 12 يبقى 24 meters. ها يبقى مين اللي جري اكتر، علي ولا كريم؟ علي 240 وكريم 230. يبقى الاجابه بتاعتنا ان علي هو اللي ايه اللي جري اكتر. طيب المساله دي جميله قوي، تعلمنا منها ايه؟ هو بيجري بره في الملعب من بره، عشان هو قال لي كلمه اراوند. اراوند يعني حوالين الملعب من بره، وطالما هنشتغل على حاجه من بره يبقى نستعمل البريمتر. احنا هنا جبنا البريمتر زجناش الاريا.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. طيب نيجي نشوف اكسرسايز جميل قوي، بيقول لي write your parameter story problem and solve it، يعني اكتب مسألة تستعمل فيها البريمتر، يعني احكي قصة كده نستعمل فيها البريمتر وبعد كده نحلها. ممكن نستعمل ايه؟ مثلا اشهر حاجة ان احنا نعمل سور حوالين الفار. ممكن نكتب مثلا مين؟ احمد is a farmer. تمام؟ his farm is، نكتب مثلا 100 meters long and 50 meters wide. الأرض بتاعته أو المزرعة بتاعته 100 meter long و 50 meters wide. ممكن نقول إيه بعد كده؟ he wants to make a fence around his farm. عايز يعمل سور حوالين الايه؟ الفارم بتاعته. نطلب بقى ايه؟ what is the length of the fence. يبقى هيحتاج سور قد ايه؟ الطول بتاع السور هيكون قد ايه؟ يبقى احنا كده بنحسب ايه؟ بنحسب بريمتر ان هو عنده الفارم عامله كده. احنا قلنا مثلا دي 50 وده كده ايه؟ 100 meters. يبقى هنقول ده بلس ده بلس ده بلس ده، اكني بجيب البريمتر. يبقى نكتب كده the length of the fence is ايه بقى؟ هيبقى 100 بلس ال 50 بلس ال 100 بلس الايه؟ ال 50. 100 و 100 200 و 50 و 50 يبقوا 100. يبقى 200 بلس 100 ايكوال كام؟ 300 ايه؟ meters. مسألة جميلة عشان تعرفك يعني ايه بريمتر. يلا اللي بعديها. يقول لي write your area story problem and solve it. عايزين نكتب story problem، نحكي كده قصة عن حاجة نستعمل فيها الاريا. ممكن نستعمل ايه؟ نستعمل البينتنج. انا هندهن الايه؟ هندهن الوول. يبقى ممكن نقول ايه مثلا؟ نكتب مثلا سارة wants to paint a wall in her bedroom. يعني سارة عايزة تدهن حيطة في الايه؟ في البيدروم بتاعتها. نقول ايه بقى؟ the wall is 3 meters long and 2 meters wide. نكتب هنا نقول ايه؟ how much area will she paint. يعني هي هتدهن قد ايه؟ يبقى احنا نقول كده she will paint 2 times 3 which is 6 square meters. يبقى هي هتدهن 6 square meters من الايه؟ من الحيطه بتاعتها. يبقى الدرس بتاعنا جميل جدا، بيتكلم عن الستوري بروبلم، امتى نستعمل الاريا وامتى نستعمل البريمتر. مسائل البريمتر دايما بنلاقي فيها كلمه اراوند، يعني حوالين، يعني عايزين نجيب الحاجه اللي في الباوندرز. لكن مسائل الاريا وانت بتقرا الستوري بروبلم هتلاقي نفسك بتتكلم عن سيرفس او حته ارض او حيطه حسب ما هتجيلك في المساله. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ان شاء الله.